الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر، وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع. نعم، هذا القول وهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه ذكر المحقق أنه أخرجه البطة في الإبانة الكبرى من طريق الأوزاعي، وأن إسناده منقطع، ولكن له شواهد عن السلف وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وقال لا عذر، أنه قال لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبه يحسب أنه هدى، وأيضا معنى صحيح هذا القول من عمر رضي الله عنه، حتى ولو لم يصح سنده فهو معنى صحيح دلت عليه النصوص، هو حق، المعنى صحيح ولو كان السند ضعيف لكن المعنى صحيح ثابت. يقول رضي الله عنه، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسب هدى. نعم، هذا حق دلت عليه النصوص، لا يعذر الإنسان في الضلالة التي يرتكبها يظن أنها من الهدى، ولا في الهدى الذي يعمل يتركه يحسب أنه ضلالة، لأنه يجب على الإنسان أن يسأل عن دينه وأن يسأل عما أشكل عليه، ولا سيما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قد قال الله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، فلا عذر له في ضلالة ركبها يظنه هدى بعد بعثة الرسول عليه. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكما أن الإنسان يسأل عن دنياه إذا أراد أن يشتري سلعة ويسأل الخبرة، فعليه أن يسأل عن دينه وعما أشكل عليه، فلا عذر له يكون هي يعمل ما يخالف شرع الله وهو يستطيع أن يسأل أهل العلم، قد قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولهذا قال في هذا قال: فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. بأي شيء؟ ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام وبنزول القرآن، بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. ولهذا قال الله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقد بعث الرسول. إنما يعذر الإنسان إذا لم يبلغ القرآن، وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أهل الفترات هم الذين يعذرون ولهم أحكام خاصة، وجاءت فيه نصوص أنهم يمتحنون يوم القيامة، وكذلك من لم يبلغ شيء من القرآن. أما من يعيش بين المسلمين ويسمع القرآن والرسول عليه الصلاة والسلام قد بعثه الله وبينت الأمور وثبتت الحجة والقرآن يتلى والسنة موجودة بين الناس، فلا عذر في هذه الحالة، فلا يعذر. ولهذا قال: فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. ولهذا قال: وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع. السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله، لم يبقى شيء ألا وقد بين في السنة وفي الكتاب العزيز، واجتمع المسلمون على ذلك من الصحابة والتابعين، اجتمعوا على العمل بهذا الدين، فالسنة والجماعة أحكم أمر الدين كله وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع. فمن ترك السنة والجماعة بعد وضوح ذلك فقد خلع رقة الإسلام من عرقه. نعم.